شمناكم أتيناكم أيا زهراء أيا زهراء على الذكرى على الذكرى تحدينا وما زلنا على العهد تبعناكم من الهادي إلى المهدي لزمناكم حياكم الله مشاهدينا الأكارم وأهلا وسهلا بكم بهذه التغطية. نحن الآن متواجدين في محافظة النجف الأشرف برفقة وفد العتبة الحسينية المقدسة لحضور مجلس تأبين السيد العلامة فخر الدين الحسن وأرواح شهداء التفجير الإرهابي في باكستان. ابقوا معنا وهذه التغطية. تبعناكم من الهادي إلى المهدي لزمناكم بتوجيه من المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه وبقاؤه. شكلت العتبة وفدا من الأخوة الفضلاء والمبلغين في قسم الشؤون الدينية مع السادة الخدم لزيارة محافظة النجف الأشرف لمواساة إخواننا الباكستانيين للفاجعة الأليمة التي حلت بهم الفاجعة الكافرة من التكفيريين الذين دائما يستهدفون المذهب الشيعي بالانفجار الذي حصل في باكستان. فقدمنا بهذا اليوم لمواساتهم في محافظة النجف الأشرف لمجلس الفاتحة الذي أقيم على أرواح الشهداء الذين سقطوا أثر ذلك الحدث الإجرامي البشع الحادثة الأليمة الفاجعة الكبيرة التي حدثت في باكستان وراح ضحيتها في دار العبادة العشرات من شيعة أهل البيت الذين كانوا يمارسون دورهم العبادي. حقيقة العالم الشيعي تعاطف بشكل كبير واليوم النجف بحوزتها بعلماء بالمؤمنين جايين يعزون ويشاركون المصابين بعزائهم يوصلون محبتهم ومواساتهم. وبالحقيقة هذا ديدن وطبع شيعة أهل البيت التكاتف والتآسي والتآزر في المصائب والمحن. سأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شهدائنا بالرحمة ويحشرون مع أهل البيت وعلى جرحانا بالشفاء العاجل وأن يدفع البلاء إن شاء الله عن المؤمنين وأن يدفع السوء وأن يصلح حال هذه الأمة التي باسم الإسلام ينخرون جسد الإسلام بالاعتداء على دور العبادة والأناس الآمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام على هذه الفاجعة التي تحدثت في مدينة بشاور باكستان حيث دخل الإرهابي في وسط صفوف المصلين وفجر بينهم وهذا قد تسبب إلى استشهاد أكثر من 70 شهيدا. فما كان ذنبهم إلا أنهم يحبون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فنستنكر هذه الجريمة استنكارا شديدا ونطالب من الحكومة الباكستانية أن تنتقم من هؤلاء المجرمين حتى لا تتكرر هذه الفاجعة. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على ذوي الشهداء بالصبر والسلوان إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية وممثل سماحة السيد السيستاني في كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي توجهنا إلى النجف الأشرف لأداء واجب العزاء برحيل العلامة السيد فخر الدين العاملي جبل من جبال عامل هذا العالم الفاضل. والحمد لله رب العالمين قمنا بهذا العمل بأحسن صورة. وتوجه الوفد أيضا إلى مجلس العزاء المقام على روح الشهداء الكرام من الأخوة في باكستان. أسأل من الله تعالى لهم الرحمة والرضوان واللهم أنصرنا على الإرهاب وعلى التكفيريين بحق محمد وآل محمد. نقف في توديع جيلا بأكمله
بدأ يرتحل عنا إلى دار القرار. كان يمثل الأنموذج والسلف الصالح لذلك الجيل المشرق الذي أغدق علينا بعطائه. سماحة السيد فخر الدين آل أبي الحسن الموسوي العاملي، والذي ينحدر من سلالة وشجرة مباركة زاخرة بأعلام هذه الطائفة، ويعد منها جده الأعلى السيد نور الدين ابن علي، شقيق صاحب أخو صاحب المدارك على الله مقامه. الفقيد كان ذا نشأة نجفية ترعرع وتلمذ على أكابر فقهاء النجف الأشرف، وكان مقربا من المرجعية الدينية العليا آنئذ، فكان مبتعثا كوكيل عن المرجع الأعلى في ذلك الحين سماحة السيد محسن الحكيم أعلى الله مقامه في منطقة عفج. عمل في المضمارين العلمي والعملي إلى أن قادته الظروف لأن ينسلخ عن مهوى فؤاده ومربع صباه عن النجف الأشرف لظروف معروفة، حيث أن النظام البائد كان قد بدأ بالتضييق شيئا فشيئا مما حدا به لأن يفارق النجف في مطلع السبعين، وانتقل إلى جبل عامل ليكمل مسيرته هناك في خدمته البالغة تلك. بفقدان هذه الشخصية نفتقد ذاتا مباركة كانت صلة الوصل وهمزة الوصل بين يومنا هذا وبين أمسنا المشرق. لزمناكم أتيناكم يا زهراء يا زهراء على الذكرى، تحدينا وما زلنا على العهد، تبعناكم من الهادي إلى المهدي. لزمناكم أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية. تقبلوا تحياتي أنا حسين الجنابي، ومن خلف الكاميرا رحمن الربيعي.